انا بيوصلي من اسكندريه النهارده نازلين تحت مظله التحالف الوطني لعمل اهل الكرمالي، نازلين من الناس كل سنه وهم طيبين. التحالف الوطني عمل فعاليات كتيره قوي في مصر، بس عامل حاجه جديده في اسكندريه ان هو جمع فعلا الجمعيات الصغيره كلها او الجمعيات اللي هي ما كانتش مشهوره ما كانتش معروفه ومؤسسات، خلاهم يشتغلوا مع بعض، خلاهم يشبكوا مع بعض. اشتغلنا في اكثر من مهرجان واكثر من فعاليه، ونازلين النهارده نقول للناس كلها كل سنه وهم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم. نازلين النهارده تبع التحالف الوطني علشان نبسط الاطفال، معانا فوانيس وبالونات. انا فاطمه الفي محاربه سرطان وعضوه في مؤسسه من المؤسسات اللي نازله النهارده عشان التحالف، عشان تسعد الناس مع تحت رايه التحالف الوطني. وشكرا ليكم كلكم، ويا رب كل الناس تفرح وكل سنه وانتم طيبين. احنا النهارده طبعا زي كل سنه نازلين بنوزع بلاليك وفوانيس على الناس على الشاطئ عشان نفرح الناس برمضان وجو رمضان زي طبعا المتعهد علينا، وباذن الله وكل سنه طيبين وبعد علينا الايام كلنا باذن الله. احنا النهارده نازلين تحت مظله التحالف الوطني، نازلين المبادره دي عشان اسعاد الناس، نفرحهم برمضان ببهجه رمضان وكده وسط الضغوطات اللي احنا موجوده في البلد وكده، وربنا يرضانا على الخير يعني ان شاء الله.